سيدنا محمد الفاتح لما أطلق وخاتم لما
سبب لا سر حق بالحق والهادي لا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك طيب الخلق كلهم تعني ووصفي اياتي له Thank you.
Yeah.
يربي بالمصطفى خلف قصيدنا واغفر لنا ما معنا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده الحديث العظيم ولا يغيك رسول الله له كبير من أمار المتجاز في المستقيم هارنا من جودك تحيا وارضى
والقدرة كشفت إلى هذا المستور يبرز نورك من انفضال الزهور نورا فاق كل نور وأبدى الحق هم على من أتم الله عليه نعمة من خاص الأمة أي أحضر إلى ولي أمة لسن جنبها المشغول ومشاركة لها في هذا الشماط الممدود وحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من أظهر العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وتفضل الذي رتب الله على حضور وجود